نرجع للبرلمان والنهارده السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي القى بيانا امام مجلس النواب لاول مره هذا المجلس يعني امام هذا المجلس الجديد بتشكيله الجديد عرض مؤشرات اعمال او الاعمال او المؤشرات التنفيذيه للبرنامج الذي كان قد تقدم به من قبل امام البرلمان السابق مصر تنطلق قال عملنا ايه؟ التحديات اللي قدامنا ايه؟ ماذا علينا أو ماذا يواجهنا وحنعمل إيه في السنوات الثلاث المقبلة السيد رئيس الوزراء عرض أيضا سياسة الحكومة شكلها إيه وأن الحكومة دي قدرت أنها تواجه ملفات يمكن شعبيا ما كانتش ملفات لطيفة شعبيا بتخسر سياسيا بتخسر ولكن ده الفكرة وده تعبيري أنا الدخول في عش الدبابير والمو مواجهة بحيث أن احنا نواجه قضايا زي ما واجهنا الإصلاح الاقتصادي من قبل في قضايا كثيرة واجهتها هذه الحكومة وقدرت أنها تنجزها في تحديات تحدث عن التحديات أيضا وتحدث عما يتوقع في السنوات الثلاث المقبلة قبل ما نسمع السيد رئيس الوزراء الحقيقة المشهد النهاردة محتاج تعليق أولا زي ما قلت لكم في المقدمة هذا مشهد يحاول فيه البرلمان أن يقول أنني برلمان جديد واني برلمان امثل هذا الشعب وان انا هعكس هؤلاء النواب سيعكسون مطالب الشعب ورؤاهم ويقوموا بدورهم التشريعي ويقوموا بدورهم الرقابي ايضا صحيح النهارده لم تستخدم ادوات رقابيه ولكن كان في نقاش كان في نقاش وكان في اسئله احيانا وصل الى حد الانتقاد احيانا وصل الى حد الانتقاد الحاد مش عايزه اسميه هجوم ولكن الى حد الانتقادات الحاده لعدد من الوزراء النهارده كان عندنا وزيري التنميه المحليه والتموين ده معناه ايه؟ دي يعني بدايه مبشره للبرلمان ان احنا نبتدي نشوف توازن بين السلطات، ان احنا نبتدي نشوف برلمان يعبر فعلا عن مشاكل الناس، يحاسب الحكومه، يشوف اوجه التقصير، يبتدي يبص على مين الوزير والله اللي ادى اداء جيدا ومين الوزير ما اداش اداء جيدا. هل هذا له علاقه بالتعديل الوزاري اللي كل الناس بتتكلم عنه؟ يعني النهارده وجود السيد رئيس الوزراء ربما يكون مؤشر والاداء الجيد ويعني وال... وال... و... البيان الذي القاه ونال استحسان النواب ربما يكون مؤشر ان السيد رئيس ان حكومه دكتور مدبولي باقيه في مكانها ولكن مره اخرى حق التغيير هو حق اصيل للسيد رئيس الجمهوريه ولذا فقد نرى تعديلات او تغييرات في هذه الحكومه يعني توقعاتي الشخصيه ان الدكتور مدبولي موجود وباقي وانه لو حدثت تعديلات قد تكون في تغييرات بعض الوزراء ومره اخرى هذا حق اصيل للسيد رئيس الجمهوريه يستطيع ان هو يغير الحكومه كلها او يغير يقوم بالتعديل في عدد من الوزراء ودي قراءتي للمشهد لا تقوم على معلومات ولكن تقوم على قراءه المشهد